بسم الله الرحمن الرحيم. ريال مدريد بيخسر من فالنسيا 4-1. اسئله كتير قوي محتاج تسالها لزين الدين زيدان، محتاج تعرف الاجابات بتاعتها. نفسك تعرف ليه لحد دلوقتي فاران ما بيقعدش على الدكه، ليه فاران بمستواه السيء اللي مستمر معاه من مباراه مانشستر سيتي في دوري ابطال اوروبا لحد دلوقتي برضه لسه مكمل جوه الملعب. دي حاجه يسال عنها زين الدين زيدان لحد دلوقتي، ليه فاران موجود جوه الملعب، ليه حتى ما بيديش فرص للاعيبه الشباب اللي طالعين من الاكاديميه تحت ان هم ينزلوا جوه الملعب، لان ما اعتقدش ان حد هيكون سيء بمستوى صغر رافائيل فاران ومستوى الشخصيه اللي ضاعت عنده رويدة من بعد مباراه مانشستر سيتي. والراجل بسم الله ما شاء الله بيقدم مستويات زي الزفت ومع ذلك مستمر بيه جوه الملعب. مع غياب كازيميرو كلنا كنا عارفين ان في مشكله يواجهها ريال مدريد في الهجمات المرتده، اللي هو اساسا حتى بوجود كازيميرو بتلاقي ان والله الفرقه بتعاني في الهجمات المرتده مع الباكات الطايره من ناحيه الشمال سواء ميندي او مارسيلو النهارده او الناحيه اليمين فاسكيز كده بيعمل وجبات هجوميه لانه حرفيا ما بيعرفش يدافع، فهتلاقي ان انت مطالب ان الاثنين مساكين يسدوا تقدمات الباكات دي. لا برضو الاثنين مساكين مارسيلو الراجل راموس طبعا طاير قدام، يعني راموس ما بتعرفش تلم من قدام، بيطلع بمزاجه وبيرجع بمزاجه، الراجل عادي الدنيا بالنسبه له زي الفل خالص. فلما تحط كمان قدامهم لوكا مودريتش هقول لك برضه ناحيه الشمال بتاعت ريال مدريد نفس المشكله هي ما عندهمش حد بيدافع في الحاله الدفاعيه لما الكره تخطف منهم، فبتلاقي ان في والله مشكله. بس عادي انت جاي تلعب فالنسيا في المستاي، عارف ان فالنسيا بيعاني عنده شويه مشاكل، مرجع فرانشيسكو اسكو من الدكه بقى له فتره طويله، بنحاول نرجع له الثقه للمره ال 1100، بس عادي يعني الراجل بيحاول اهو. واسانسيو كان موجود جوه الملعب وكالعاده يعني الدماغ والمزاج بتاعه اللي بتحس ان هو اروق لعيب في كوكب الارض، وفينيسيوس جونيور قدامهم كريم بنزيما ماسك فالنسيا اول تلت ساعه غسلها جوه الملعب، والدنيا بالنسبه لك رايحه ان انت ماسك كوبايه الشاي بتاعتك وبتقول والله النهارده فيها سكور ومستنيين كريم بنزيما بقى يجيب له جولين ثلاثه ومستنيين حتى اسكو الثقه ترجع له ويجيب له جول، وشايف ان دومينيك عمال يصد حارس فالنسيا وعمال تقول عادي يعني كده كده هجيب الهدف الاول. وبعد حصول بنزيما العالميه والهدف الاول قلت بس كده بقت زي الفل، هبعت بقى عد هات الكراسه يا ابني عشان نشوف الثاني مين اللي هيجيبه والثالث مين اللي هيجيبه. فجأة تلاقي ان في هجمه مرتده جايا الباك الشمال بتاع فالنسيا، واحسن واحد في الملعب بالنسبه لفالنسيا موجود عندهم من السنه اللي فاتت، بتلاقي ان جايا بيلعب كروس تيجي جايه في ايد فاسكيز، تقول عادي يا عمي عندي حارس مرمى يصدها ما عنديش اي مشكله، حتى لو جت هنكسب المباراه. بعد كده تلاقي ان والله الكره اتلعبت صدها كورتوا، عاش تلاقي يونس مساح حطها هدف وبعد كده اتلغى والفار قال له ارجع عيد تاني يا عم كارلوس سولير، سولير بيحطها هدف تقول والله ما عنديش اي مانع هرجع في الجيم دلوقتي حالا، تلاقي ان الشوط الاول خلص على استحواذ للريال والريال عمال يهاجم ويضيع، تقول عادي الشوط الثاني هنزل وهكسر الدنيا، يبدا الشوط الثاني خلاص انا عارف ان انا هنزل اكسب، مستني مارتن اوديجار ينزل، مستني اشوف اللعيبه اللي على الدكه اللي زيزو مفترض ان هو هيديها فرصه زي ماريانو، ومستني اشوف يعني فينيسيوس هيجيب له كام جون. بعد كده تلاقي ان والله في هجمه مرتده راحت وفاران بيغلط وبيحط هدف في مرماه، حسيت ان ساعتها وقتها المباراه مش رايحه ريال مدريد، صح؟ انا عارف والله، انا برضه عملت زيك، انا قلت بس ريال مدريد واضح ان هو هيبقى عنده مشكله. الثقه بتاعت لعيبه ريال مدريد بعد الهدف الثاني اللي فاران حطه في نفسه، الثقه بدات تنزل، كالعاده فتحت الجيم لقيت ان الاطراف بتطير والعفاط بتطير، كل الهجمات المرتده رايحك عليك حرفيا انفرادات من نص الملعب، فبتلاقي ان انت 2 على 2، 3 على 2، في مشاكل، اللعيبه بتاعتك بتضطر انها تعمل ضربات جزاء. زي مارسيلو في لقطه الهدف الثالث ضربه الجزاء بتاع الهدف الثالث، وبعد كده سولير بيخش يحطها، بعد كده برضه تلاقي ان والله عندك مشكله وعملت ضربه جزاء رابعه من سيرجيو راموس، سولير بيخش يحطها، وتلاقي الماتش 4-1، ازاي 4-1 ده حتى فالنسيا مش مضيع حاجه، تبص على التصويبات تلاقي ان فالنسيا شايطه 6 كور 4 منهم على المرمى و4 منهم اهداف، اللي هو في ايه يابا؟ في ايه؟ في ايه بجد؟ قلت لك كازيميرو دايما بيكون نجم الفريق، احنا كنا بنقول ليه كازيميرو نجم الفريق؟ عشان خاطر كان بيحاول ان هو على قد ما بيقدر يغطي تقدمات اللعيبه دي بان هو يعمل فاولات تكتيكيه، بان هو يغطي المساحه اللي هم بيديروا فيها، كان بيحاول على قد ما بيقدر ان هو يسد الفراغات اللي كان اللعيبه دي سايباها في الملعب، المشكله بقى لما ما كانش موجود وبتلعب بال 4-2-3-1 والاثنين في نص الملعب بيلعبوا على خط واحد اللي هم فالفيردي ولوكا مودريتش، فمين اللي كان موجود بيغطي وراهم؟ ما كانش في حد، فدي اللي كانت عامله مشكله ودي اللي كانت عامله صداع، ودي اللي استانف ما فهمهاش غير اخر المباراه ان هو والله انا محتاج مارتن اوديجار ينزل الملعب، بس المشكله ان هو حتى لما نزل اوديجار نص الملعب كان منزله مكان فالفيردي، اللي هو انت هتطلع لوكا مودريتش وهتنزل مارتن اوديجار بحيث ان انت الاثنين لعيبه عندك في نص الملعب يكونوا عندهم سرعات، لا انا هكمل بلوكا وهنزل كمان معاه توني كروس، اللي هو خلاص بقى انت كده بعت الماتش رسمي، اللي هو انت نزلت توني ولوكا معناها ان في بطء كبير كده في نص الملعب، بس عادي انا هطلع لوكا خلاص يا عم هطلع لوكا وهطلع اسكو وكمان هطلع ماريا هطلع فينيسيوس وهطلع
اطلع اسانسيو ولا عم كل اللعيبه اللي موجوده عندي على الدكه انزلوا ايه خلاص بقت 4 1 4 1 وثلاث نقط وضاعوا. ما انا قلت لك من البدايه انت ما عندكش غير كازيميرو، فمحتاج يا تحط مكان مارتن اوديجار وتلعب باوديجار وفالفيردي، يا ما تجودش هات كازيميرو من الاجازه. لو ما اوبا يبقى حظك بتاع ربنا، وعايزك تعرف كويس قوي ان انت عندك مشكله في الاثنين مساكين. انا عارف ان راموس بيعمل جوات هجوميه زيدان احيانا ما بيكونش عايزها، بس احيانا زيدان بيعوزها لما بتخرب خالص زي مباراه انتر اللي فاتت او المباراه بتاعت النهارده، بس حاجات كتير قوي بحس ان هو بيجود من نفسه. اما فران فالله كريم، امتى هيقعد على الدكه دي بقى؟ نفس السؤال اللي كوكو كل بيساله لحد دلوقتي زين الدين زيدان، امتى هيقعد فران على الدكه؟ بس ما اتمناش ان هو يعمل مع زي كريم بنزيما ويفضل دايما حاطه في الملعب سواء مستوى سيء او مستوى جيد. واتمنى كمان ان هو يفكر يجيب مهاجم تاني، عشان قاعدين نتكلم في نفس الام المشكله بقالنا سنتين، الفرقه محتاجه مهاجم تاني. بس عادي، ده كريم بنزيما الحكومه والله ما يسيبوها حتى لو الفرقه خسرت 15 مش 4 بس. وبعدين مش كسب المباراه اللي فاتت في الكامب نو 3؟ انت عايز من زيزو سيبه يا عم يعمل اللي هو عايزه. بس بالمناسبه يعني انت سايب زيزو يعمل اللي هو عايزه، ما سيبنا نعمل اللي انا عايزه واعمل لايك، هي جت عليا.